السلام عليكم. 6 خطوات لمواجهة ضغوط الحياة. لا شك أن كلياتنا بنتعرض لضغوط في حياتنا اليومية، بنتعرض لضغوط من العمل، من علاقات، بغض النظر. هذا الضغط في غالب الأحيان إيجابي، ولكن كيف أواجه هذه الضغوط؟ 6 خطوات رئيسية. رقم واحد، وهذا مهم جدا أيها الكرام، افهم ما هي الضغوط التي تتعرض لها، افهمها منيح وفسرها. رقم 2، ابحث عن هواياتك ولازم تشتغل عليها بشكل كتير أكبر. رقم 3، مارس أنشطة إيجابية أو أنشطة العطاء، بتساعدك كثير لأنها عطاء أجمل شيء. رقم 4، اعمل تمارين التنفس اللي بتساعدك على التفريغ، وخصوصا موجات الغضب وحالات الضغط اللي بتصير فيها. رقم 5، امضي مع العائلة أوقات إيجابية مع أولادك، أطفالك، مع زوجتك، هذه الأوقات بتساعدك جدا. رقم 6، عزز وبقوة الحالة الروحانية والإيمانية لديك، ومش غلط انك ممكن تحضر حضور دروس دينية، تسمع لأشخاص معينين، تسمع أشياء ترفع من الطاقة الروحانية لإلك، قرآن كريم أو غيرها من الأشياء التي تساعدك على التأمل والتفكر. هذه الخطوات 6 بتساعدك كثير على مواجهة ضغوط الحياة اللي بنمر فيها. ربي يحماكم جميعا، دمتم بخير.